طيب، تاريخ المواجهات ما بين منتخب فرنسا ومنتخب بلجيكا قبله بعد 74 مرة على 73 مرة على الصعيد الدولي. الديوك حسموا الفوز في 24 مباراة مقابل 30 فوز لبلجيكا، تعادل المنتخبين في 19 مباراة. الفترة الأخيرة حصلت يعني المنتخب البلجيكي متفوق على الصعيد المدى الطويل، لكن في الفترة الأخيرة كمان المنتخب البلجيكي شاهد طفرة كبيرة جدا. الطفرة دي بدأ من تميزهم في قطاع الناشئين، وشوفنا في صورة منتشرة جدا اللي هي نشرت في مطلع في تقريبا في قبل 10 سنين او فتره معينه، منتشره تقرير من احدى الصحف البلجيكيه للمواهب بتاعه المنتخب البلجيكي في الوقت ده، واللي هم حاليا القوام الرئيسي للمنتخب البلجيكي. فالكره في بلجيكا والكره في فرنسا والدول الاربعه اللي وصلت لنصف النهائي بتعتمد في الاساس على التخطيط. التخطيط اللي احنا بنفتقده، موضوع التخطيط ده موضوع من الموضوعات المهمه جدا في كره القدم. فالمنتخب البلجيكي عناصره ليها كان تميز على مستوى قطاع الناشئين، وبرضه بالنسبه للمنتخب الفرنسي. فاعتقد ان من الناحيه المستقبليه الطفره بتاعت بلجيكا وطفره فرنسا مستمره، وهيبقى في سيطره اكبر على وجودهم في مستوى على مستوى الكره العالميه. صحيح.